لأن سينا حتة غالية من أرضنا، وساعتها كل العالم عارف مننا رسالة مهمة جدا جدا، إن محدش أبدا أبدا هيقدر ياخد مننا حتة من أرضنا. أصحابي وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة المطبخ، واللي متعودين فيها إن احنا نعمل حاجات من صنع إيدينا، ومش بس كده، النهارده علشان اليوم مختلف ويوم مهم جدا بالنسبة لنا، وزي ما قلنا قبل كده العيد فيه عيدين، احنا بنحتفل دلوقتي من خلال الأكل اللي احنا هنعمله على شكل حاجة مهمة جدا جدا بمناسبة العيد التاني اللي احنا بنحتفل بيه، عيد 6 أكتوبر. النهارده معايا اتنين من أصحابي، خلينا نتعرف عليهم. اسمك إيه؟ يوسف. وأنتي اسمك إيه؟ ليلى. ليلى ويوسف النهارده عارفين احنا هنعمل ايه؟ ايه؟ هنعمل اكل. اكل على شكل ايه؟ علم مصر. مين يعرف علم مصر شكله عامل ازاي؟ كده. عامل كده؟ طب ما كل الاعلام شكلها عامل كده، بس الوانه ايه يا ليلى؟ ايه الوان العلم؟ ايه؟ مش عارف. احمر وبعدين ابيض وبعدين اسود. جيش. الجيش. الجيش بقى لونه احمر ويلو واسود ولونه ابيض. ده الوان غريبه قوي ما اعرفهاش. الجيش لونه. طب انت حافظ اغنيه ايه؟ انت كنت بتقولي قبل التصوير كنت حافظ اغنيه. اغنيه ايه؟ الجيش بلادي. الجيش بلادي. طب ما تغنيها لي كده. الجيش بلادي. انا شايفه رجلك عماله تتحرك من تحت. ده زيتون. مش عارف. تسلم الايادي. مش حافظها. المهم يعني احنا الاكل اللي معانا دلوقتي هنستخدم فيها توست وزيتون وكاتشب او صلصه وكمان جبنه، وهنبدا نعمل دلوقتي على التوست بتاعنا علم مصر. ايه رايكم نبدا نعمله؟ يلا بينا. يلا يا ليلى. يلا بينا. احنا كده خلصنا الشكل بتاعنا، تمام؟ شكل ايه؟ التوست اللي احنا حطينا عليه كاتشب او حطينا عليه صلصه وكمان جبنه وكمان زيتون، وعملنا النسر بقطعه كده من الخبز، وبقى عندنا كده ايه؟ علم مصر. صح؟ مغذي ومفيد وكمان كده مناسب للموقف اللي احنا فيه او المناسبه اللي احنا فيها. مبسوطين؟ مبسوط؟ مبسوط بعلم مصر؟ ها؟ طب ايه رايكم بقى ناكلهم؟ ناكل الزيتون وناكل العيش وناكل الحاجات اللي احنا عملناها دي، موافقه يا ليلى؟ يلا بينا. اصحابي وصلنا معاكم دلوقتي لفقره الورشه، واللي متعودين فيها ان احنا نعمل حاجه جميله جدا من صنع ايدينا، فبما ان احنا النهارده بنحتفل بعيدين، عيد منهم مهم قوي 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 علشان زي ما احنا قلنا قبل كده، فاحنا قررنا ان احنا نعمل ايه؟ ايه اللي معانا دي؟ دي ايه؟ طب دي شيء. دي ايه؟ دي دبابة. دي ايه؟ دبابة. انت اسمك ايه الاول؟ كريم. انت اسمك ايه؟ ريناد. هنعمل ايه؟ دبابة. صح؟ هنعمل النهاردة شكل الدبابة دي. انا عامل دبابة. واحنا هنعمل دبابة مع بعض، بس قبل ما نعمل الدبابة حد يعرف بقى النهاردة ايه العيد التاني اللي احنا بنحتفل بيه؟ ها؟ 6 اكتوبر. برافو عليكي. النهاردة ايه؟ 6 اكتوبر. يا ترى ايه اللي حصل في 6 اكتوبر ده؟ ضرب. مين اللي ضرب؟ ضرب الجيش المصري. ضرب اسرائيل. الجيش المصري ضرب اسرائيل؟ ازاي؟ بعد كده بيضربها بالطيارة، بيضربها بالدبابة، بيضربها بالجن. بوم بوم بوم. وبعدين عشان هما اللي بدأوا، عشان اسرائيل اخذت سينا واخر الجيش مصر الشيخ واخر الشرم الشيخ، راح الجيش مصر ضربها وضربها بالطيارة والدبابة والجن، وبعد كده اخد سينا والشرم الشيخ، وسينا رجعت لينا. صح؟ مش كده؟ بقت بتاعتنا.
طب بعد كده بقى احنا ساعتها فرحنا قوي، حد في الدنيا دي كلها يقدر ياخد حاجه من الجيش المصري ومن مصر؟ ابدا، مش كده؟ فعلشان كده بقى واحنا بنحتفل النهارده ب6 اكتوبر وعرفنا معلومات مهمه كده جدا من كريم، قررنا ان احنا نعمل شكل الايه الدبابه دي زي ما احنا متعودين في فقره الورشه، ان احنا دايما دايما بنعمل حاجات من صنع ايه ايدينا. ما بتمشيش احنا بس احنا بقى الحاجات اللي احنا هنحتاجها معانا النهارده، هنجيب علبه عصير فاضيه وعلبه كبريت برضو فاضيه وشاليمو وكمان قلم اسود وكمان مقص ورق ملون اللون اللي احنا بقى طبعا عايزين نعمل بيه الدبابه وكمان مسدس الشمع. تمام، طبعا عارفين ان مسدس الشمع حاجه خطيره شويه علينا احنا صغيرين، ينفع نستخدم مسدس الشمع لوحدنا؟ لا. طبعا احنا عارفين ان مسدس الشمع مش لازم ابدا ان احنا نستخدمه لوحدنا علشان ممكن ان احنا ايه نأذي نفسنا، صح كده؟ تمام، ايه رايكم بقى نبدا مع بعض دلوقتي نعمل الدبابه بتاعتنا؟ موافقين؟ موافقين؟ طب يلا بينا نعمل الدبابه بتاعتنا. خلصنا شكل الدبابه بتاعتنا من الادوات اللي موجوده عندنا، فاضل بس ان احنا نشيل منها الحاجات اللي كريم بيخاف منها دي. شيلي يا كريم الحاجات دي. انا بخاف منها. بتخاف من الحاجات دي؟ مش بخاف منها. يعني انت شجاعه زي الجيش المصري، لكن كريم بس شاطر، بس انت تقعد تقول لنا الجيش وحارب والدبابات والجن وجيجيجيج وبتخاف من دي؟ انا مش بخاف يا كريم. ايوه كده، سقفي الكريم بسرعه رينيد، مسكها ما خافش منها. بص ما بتخوفش. لا 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 لا، ده محتاج سقف. برافو عليك يا كريم، مفيش اي حاجه المفروض ان هي تخوفنا، طالما احنا على حق وطالما بنعمل حاجه ما بتاذيش اي حد المفروض ان احنا ما نخافش من اي حاجه. ده شكل الدبابه اللي احنا عملناها من الادوات اللي كانت موجوده عندنا، شكل الدبابه عشان احنا النهارده بنحتفل بالعيد الثاني لينا النهارده وهو عيد 6 اكتوبر. وطبعا احنا ترابيزه كده ايه، نظيفة ولا مش نظيفة؟ مش نظيفة. المفروض ان احنا نعمل ايه؟ ننظف. المفروض ان احنا ننظف الترابيزة بتاعتنا بعد ما خلصنا الشغل. خلينا بقى بعد كده تتلسع، احسن تتلسع. هنشيل بقى ده ونعينه في مكانه وننظف الترابيزة نخليها زي الفل ونكمل احتفالنا بيومنا الجميل النهاردة. فاكرين يوم 6 اكتوبر؟ طبعا كلنا فاكرين، على ارض سينا الحر بتمام الساعة 2. فاكرين يوم 6 اكتوبر؟ طبعا كلنا فاكرين، على ارض سينا الحرة بتمام الساعة 2. السما طرحت طهران وزرعنا الارض نيران، السما طرحت طهران وزرعنا الارض نيران، والنصر قال لنا يلا قلنا جميعا جاهزين، قلنا جميعا جاهزين.
مرة تانية بقول لكم كل سنة وكلكم طيبين، ومش عاوزين ننسى أبدا أبدا إن إحنا نقول كل سنة وإنتوا طيبين لكل أصحابنا في كل مكان، واللي زعلان يصالح اللي زعلان منه، واللي غلطان في حق حد يقول له أنا آسف أنا غلطت في حقك، لأن إحنا في عيد وفي العيد لازم كل الناس تبقى مبسوطة وحابة بعضها. كمان مش عاوزين ناكل كتير جدا جدا من اللحمة علشان بطننا ما توجعناش زي ما إحنا دايما عارفين. ودلوقتي اقدر اقول لكم باي باي وكل سنه وانتم طيبين.